وصل رئيس الوفد الأمريكي للمحادثات السداسية بشأن قضية كوريا الديمقراطية والممثل السياسي الخاص للخارجية الأمريكية بشأن كوريا الديمقراطية جوزيف يين وصل إلى مطار جنبو في كوريا الجنوبية يوم الاثنين. وقال جوزيف يين في مقابلة مع مراسل وكالة يونهاب أنه على ثقة بأن وزير الخارجية الأمريكي قد أصدر رسالة واضحة بشأن نشر نظام ثاد المضاد للصواريخ في كوريا الجنوبية. وسيجري جوزيف يين محادثات مع رئيس الوفد الكوري الجنوبي إلى الحوار السداسي كيم خون كيون يوم الأربعاء. في الوقت نفسه سيلتقي نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي وعددا من كبار المسؤولين.